الحياة، إذاعة الإيجابية، إذاعة الدقة، إذاعة العلم، الإذاعة الأولى للصحة في تونس وفي شمال إفريقيا، إذاعتكم إذاعة الجمال، إذاعة الإيجابيات، إذاعة النبض الجميل. واليوم النبض الجميل يأتينا كالعادة كما قلنا في فقرة أنا أحلم. أنا أحلم كلام مزيان، ثم حلمة قاعدة تتبنى في قلوب وأذهان وليداتنا. معانا قدم روحك تفضل. اسمي يوسف اقرب ماجبري. اقرب الميكرو، اقرب الميكرو. اسمي يوسف ماجبري، يوسف المجبري. اي ناقة سنة 7 أساسي 11. بارك الله على ولدي. 7 أساسي معناها مازالوا لك 3 سنين في الإعدادي و4 سنين في الثانوي. بارك الله على ولدي. عجبتك الإعدادية ولا؟ باهي باهي ولا؟ إن شاء الله توري أبها هكا ولا؟ إن شاء الله. خلينا نبدأ معاك أنت، نقول لك ساعة مرحبا بك في إذاعة الحياة فهم، ويعطيك الصحة. وأكيد لو عندك حلم، عندك طموح في حياتك، نهار آخر الطموح المهني، شنو هو المهنة اللي قاعد ترسم لها في الخطة للوصول إليها؟ رياضة. في الرياضة؟ ما عندكش تكون بطل عالمي في رياضة من الرياضات؟ إن شاء الله. يعطيك الصحة، حتى أنت جسدين تبارك الله على وليدي، هكا معناها سبورتيف ظاهر في ملامحك، في ملامحك انت رياضي. يعطيك الصحة يوسف المجبري. ايه كيفاش باش نوصلوا سيدي؟ بالقراية. بالقراية اولا، بالرياضيات والتربية المدنية والموسيقى والتربية التشكيلية والعلوم والادب، اللي تقرا فيه الكل في البرنامج، الكل عنده علاقة بحلمك انك تكون بطل رياضي. وبعد يجي جانب التخصص، على خاطر بعد ايش بتتخصص انت اذا كان تحقق نتائج ممتازة وتوفر الشروط. وهذا انا اساتذه التربيه البدنيه نتاعك لازم تحكي معاه، تقول له مسيو راني انا حلمتي اني نكون بطل رياضي يوم من الايام في رياضه من الرياضات الفرديه او الجماعيه. اي ثم شروط لازم تتوفر من الثامنه اساسي، نظن السابعه اساسي، باش نجم تشارك في المناظره الالتحاق بشعبه الرياضه. هذه نقرا على حسابها النقطه ذي، تكون فايق بها باش تتعدل. فما بعد كي تدخل في الاختصاص الرياضه، ثم انشطه بدنيه وانشطه ذهنيه ضروريه. هذه بالنسبه لطموحك الشخصي. وهات المدير المزيانة ابن هوني، كيفاش تحب تراها؟ نحب نراها مزيان. تحب تراها مزيانه، كيفاش؟ ايش هي المزيان فيها مثلا؟ تتوافر كل شيء. كل شيء، معناها الدهن، تكون جدران مطليه طلاء جميل ولا؟ ومزينه ومزخرفه. وكل الاشجار كيفاش تحب تراها؟ باهي. خضره ولا؟ خضرة هكا ترفرف فمني، شي لزمنا باش تولي الأشجار خضرة هذيك سيدي. أقرب الميكرو، دور الميكرو. نعملوا حملة نظافة. حملة نظافة وحملة ري نسقوها زادة. إي وشنو؟ ونمنع عنها الأيادي العابثة. ما نخليش شكون يكسر. هكا ولا؟ ريت سهلة برشا. باش نبداو في تحقيق الحلمة هذه. معناها هذه جرنا إلى الحديث على نادي بيئة. نادي بيئة أو نادي صيانة أو نسموه ما نسميه، أو نادي السلوك الحضاري. هاي معنا السيدة المديرة، اليوم جمعنا التلميذ والمدير باش تقولنا كيفاش نجموا نحققوا الحلمه هذه يا استاذ. ان شاء الله بقدرة ربي مش تبدا الحلمه هذه نهار 5 مارس. كيفاش لله؟ دونك مصلحة التنشيط الثقافي مش تقوم بحملة نظافة بقدرة ربي. ما شاء نهار الله. نهار لحد جاي. واحنا معاها. واحنا معاها. لما على بارت. دونك وين يدنا في العجينة. تلامذتي بقدرة ربي هما باش يساهموا. يساهموا. قبل ذلك بيوم باش نأسوا فوج الكشافة في المؤسسة. خليني في البيئة يا أستاذ. دونك هما باش التلامذة اللي هما اللي في فوج الكشافة وهما اللي باش يكونوا العنصر الفاعل يعني في حملة النظافة هذه. أستاذ أنا ما زرت المدرسة الإعدادية، نجي عليك بحكم العمل. طبعا. ما المرجيك ندخل نلقى هكا حديقة غناء في المدخل قدرة ربي وزهور قدرة وعطورة قدرة ربي ونلقاوك المدخل مدهون وكل حيط مزيان وكل لافتة وكل والعالم يتبدل وكل شيء كل شيء. شفت محلانا؟ شفت التونسي محلاه؟ اني التونسي قداش قادر على هذا؟ بالطبيعة بالطبيعة التونسي كله جمال الحقيقة. اني وجهت الدعوة لبرشا فنانين رسامين تشكيليين، اولا سي صفوان ميلاد. سي صفوان هو ضيف المؤسسة هذه الحروفي الحروفي صفوان ميلاد، وعدي بقدرة ربي يجيب حذانا ويعملنا هكا كاليغرافي مزيانة بكلمة اقرأ. سي خالد ميلاد ما نجيبوش؟ سي خالد ميلاد هذيك أكيد عملنا معرض على الأقل بقدرة ربي، والمعارض نتاع الفنون التشكيلية تذكرهم البنات الخلفاوي ورانيم الكل زاد مش يجيو يعملوا مش يجيو بحذانا هما تليم ذات رسامات مبدعات، يجيو يعملوا يعني يوم للرسم مفتوح معناتها ديزاتولي ويعملنا معرض. بقدرة ربي تلامذتي لو كان شوية وقت بقدرة ربي يعني الفنون الكل باش تزور المؤسسة هذه والفنون باش يخلي بصمة الجمال في المؤسسة. تبارك الله عليك، مديرة عايش. متميزة عايشك ربي يخليك، متيقظة، مفكرة، عندك عندي رؤية استشرافية، هذيك أهم حاجة صحيح، وعندك عزيمة راسخة. قدرة ربي نقول لك حاجة، اسأل تلامذتك ايش يحبوا يعملوا، شوفهم هما ايش يحبوا بالطبيعة وخليهم ينفذوا هم ونحروا المبادرة للتلميذ.
كل مدرسه مدرستك ايش تحب تعمل، تحبها مزيانه مدرستك، هاي مدرستك قدامك ايش تحب تعمل. كل ساتين نحبك تكون هذيك ريتك الزاويه هذيك هنا تحب نرجعها مريقله. الار اذا كان الزاويه هذه رجعها مريقله كيفاش؟ ثم راي ثم غراسه ثم كذا، تو تشوف عنده يجيب كل شيء من الدار. صحيح. في وقت من الاوقات الصغيرات يجيبوا حتى وسائل العمل للطلاء او للبستنه او غيره ولا يجيبوها. صحيح. والاولياء، الاولياء راه تبارك الله طاقه كبيره. سي حميد المجري شنو نجم يعمل الولي؟ نحبوا نرجعوا اعداديتنا مزيانه برشا برشا، نحبوا حديقه غناء مزيانه في جدورنا وحداقه، ايش نجموا نعملوا؟ انا نوجه نداء كل الاولياء ونقول لهم راهي المؤسسات التربويه ماهيش للدراسه فقط. اي باش تحب ولدك يروح مرتاح للدار وتحب. نعم. يروح متفرد وتحب يروح يدرج على دروسه. يلزم بيئه سليمه. يلزم بيئه سليمه ويلزم نظافه. والولي ايش يعمل سي حميد ايش نجم يعمل؟ الولي ينجم يشجع ولده، ينجم اولا يأطر ولده تأطير. تأطير وتشجيع. وهو وهو ينجم يجي يساهم. هو بيدو يساهم. اي بيدو يساهم. يسوي النجار نجار والحداد حداد ورسام رسام. سواء ماديا ولا حتى. نعم. بالكلمه ولا حتى بال معنا وانا في شخص. ويحمي المدرسه من السلوكات الشاذه. ويزمو نجم ونطلب منهم الولي اللي يبدا متفاضي وحاجه ماذا بيه يتواجد في المدارس الاعداديه حتى باش يراقب مش صغير وبرك يراقب حتى محيط المدرسه. محيط المدرسه وبقيه صغيره الكل ويحافظ عليهم. يعطيكم الصحه، برافو عليكم، شكرا جزيلا. قبل ما تكلم اي تفضل تفضل. السلام عليكم. ثيري. نحب نسلم على مسيو. شو اسمه ولدي انت؟ يوسف الثيري. خوك كان معنا في الفقرة اللي قبل. علاش كنت عم تسلم؟ على مسيو هشام ونحب نسلم على المديرة. سي هشام الطوالية ها قدام. قول له مسيو نحبك نشكرك تبارك الله عليك. نشكرك مسيو هشام لأنك أنك جبت لهوني ونحب نشكر المديرة لأنها قدمت لنا الموسيقى. شكون تحب تشكر من أساتذتك أخرين؟ نحب نشكر مدام نادية. شنو لقبها؟ تعرف لقبها؟ لا. إذا تحية لمدام نادية. نادية القادري. نادية القادري شكون ياخذ؟ ونحب نسلم على مدام أنس شهاب. مدام أنس شهاب تحية ليه. ست لولو. نحب نسلم على مدام ليلى. أي مدام ليلى. كل ستاتك على كل حال، الكل، وكل القايمين المزيانين الباهيين، سلموا عليهم زاد. وكل المحاضرين اللي مدوا لنا في اللابوراتوار شوية وسائل نتاع العلوم والفيزياء، سلموا عليهم. والإداريين. والعملة. الأفاضل العملة ذوكم راهم اللي ماريشال. هم ذوكم الباهي الفايدة. أي. يعطيك الصحة، وتسلم على أصحابك زادة ولا؟ نسلم عليهم الكل. وتسلم على والديك ولا؟ إيه. ولاد حومتك؟ نسلم عليهم الكل. يعطيك الصحة تبارك الله على والديك، تحب أنت مستقبلك المهني إيش تحب؟ نحب نطلع طبيب. آه باهية برشا هذه طبيب، ومش نحتاجوك يا وليدي. إن شاء الله، أزرب بروحك، أزرب بروحك، أزرب بروحك يا سيدي باش تولي لنا طبيب، كيفاش نوصلوا للحلم هذا؟ لازمني أول حاجة لازمني نقرا بالكدا. إي. لازمني نركز في العلوم والفيزيك وكل المواد. كل المواد يعطيك الصحة. هاي. في وقتك ايش تعملوا الوقت؟ ونقسموا الوقت. تنظم وقتك كما ينبغي. والمدرسة ونحترموها ولا ما نحترموهاش؟ نحترموها. احترام كبير إلى حد التقديس. باش نجموا احنا نستفادوا من أساتذتنا ونستفادوا من الإطار التربوي نتاعنا في المؤسسة التربوية. أي وفي هوايتك، عندكش هواية أخرى؟ إلى جانب. نطلع كوارجي. كوارجي لاعب كرة قدم ولا كرة سلة ولا كرة يد؟ نحب نطلع لاعب كرة قدم. كرة قدم، وأنت توا مشارك في نادي من النوادي ولا؟ لا ونحب نشارك. تحب تشارك؟ إيش عملنا مدام سونس؟ دونك من حقه. وقتاش مش يكون عندنا نوادي رياضيه موجوده الحقيقه هي برشا موجوده نوادي رياضيه هي موجوده ما شاء الله سي فير هاي موجوده في بالي يلا من حينك مال اخويا مشي نخرط الحقيقه سي عبد المجيد الاستاذ نتاع التربيه البدنيه مشكورين الكل مشكورين الكل كل دون استثناء بالطاقات وصدقني سي عبد المجيد بالحق حتى فيهم عنصر نسائي مدام انا اسمع حلوس لا يدخرون جهدا لا يدخرون جهدا لي كومبيتيسيون اليوم عندنا دي كومبيتيسيون تليم ذاتنا نهار الجمعه كيف كيف كانوا موجودين مؤطرين التلامذه اللي باش يخرجوا ديجا باش نستقبلوا معنا من بعد بنات رياضيات وباش يحكيونا على انا البطل ان شاء الله. شكرا جزيلا للمستمعين الكرام، هذه اجواءنا اجواء الايجابيه اجواء الاحلام. فاصل غنائي ثم نواصل.